السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا جماعة. فيديو جديد إن شاء الله عن أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا 5 حاجات: لايك وسبسكرايب مع تفعيل خاصية الجرس والشير، والأهم من ده كله إن احنا نعمل كومنت برأينا في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.